طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل النهارده ان شاء الله تاني محاضره لينا في الهيباتولوجي. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الانترودكشن اللي هي الاناتومي اند فيسيولوجي، وبعدين اتكلمنا كده عن الليفر فانكشن تيست في شكل سريع، وهنتكلم اكتر واحنا في كل مرحله هنتكلم عن الليفر ديز الانتربريتيشن بقى والفاليو بتاعت الليفر ديز ان اتش اوف ليفر فانكشن تيست ان اتش تي. يمكن اول ديزيز هنبدا بيهم النهارده هنتكلم مينلي على تو توبكس. هنتكلم عن الجوندس، الموضوع الاولاني هنتكلم فيه، والموضوع الثاني ان شاء الله هنتكلم عن الهيباتايتس. محاضره النهارده هي واحده من المحاضرات مهمه جدا جدا. معلش اجين، هي المحاضره كلها بكل التوبكس اللي فيها واحده من هاي يلد توبكس، فدي يمكن واحده من اهم محاضرات الجاسترو المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية. المحاضرتين هنتكلم فيهم عن الهيباتولوجي النهاردة إن شاء الله، زي ما قلت لكم هنتكلم عن جونز، هنتكلم عن هيباتيتس سبيشالي فايرال هيباتيتس، والمرة الجاية إن شاء الله هنكمل الحاجات الصغيرة اللي فضلنا مع الليفر سيروس وخلصنا الهيباتولوجي. تعالوا نبدأ أول حاجة كلامنا عن الجونز. هو جونز يعني إيه؟ جونز معناها يلوش ديسكالريشن في السكن والسكتيرة. عامة الجونز بيبقى مانيفيستد لما يبقى البيلروبين اكتر من 2.5 او اكتر من 3. اجين الناس بتوع البريطانيين بيحبوا دايما يستخدموا وحدات القياس بتاعتهم ملي مول او مايكرو مول بير ليتر. يمكن احنا عندنا احنا بنحب دايما الطريقه الامريكان اللي هي ملي جرام بير ديسي ليتر. فتقريبا رافلي كده الواحد ملي جرام بير ديسي ليتر يعادل حوالي 17 ونص مايكرو مول بير لتر او ميلي مول بير ديسيلتر. ده رفعي. فالبرزنتيشن او ديفينيشن اوف جوندس لما البيلروبين اكسيد 35 مايكرو مول بير لتر اللي هي ما يعادل تقريبا 2 او 2.1 ميلي جرام بير ديسيلتر. كلينيكالي الجوندس في عندنا 3 ليفلز او 3 ديجريز من الجوندس. ممكن يكون مجرد بس تلاقي السكليره بتاعتك شكلها جاست بيل يلو، او ممكن تبقى ديب يلو لدرجه انها تبقى اورنج، او ممكن تلاقيه يبقى اخضر كده زي لون الزيتون شويه عشان كده بيسموها اوليف جرين. يمكن الديبث اوف جوندس يبدا حتى انا اشخص منه ايه الكوز بتاعه. عامه لما اللون تلاقيه يلو كده او اصفر فاتح تفكر اكتر في الحاجات اللي تعمل لك انكونجيجيت هايبربيلروبينيميا، زي مثلا الناس اللي عندهم ايه هيموليتيك جوندس، او لو البيلروبين بتاع العيان قليل داز نوت اكسيد 5 ملي جرام بير ديسيلتر. يبقى ده عامه لما تشوف ايه اللون الاصفر الفاتح او الاصفر الباهت، لو لقيت الاصفر دي لدرجه ان هو مثلا حاجه زي الاورنج، لا افكر في الحاجات الكوليستاتيك جوندس. يعني ايه كوليستاتيك جوندس؟ يعني حد عنده مثلا سم سورت اوف هيباتيتس سيروزس، ايفن حتى مايلد كوليستيزس. طيب اليلو جرين او الاوليف جرين ده بيبقى ان ديب اوبستراكشن، يعني لما تلاقي كده اللون زي ما يكون اخضر كده تفكر في حاجات غالبا اوبستراكتيف جونز، اوبستراكشن بقى بستون، اوبستراكشن بكانسر هيد اوف بانكرياس. فانا ممكن من الديبث اوف كلر اقدر اشخص السبب بتاعي رفلي كده بتاع الجونز، وده مهم طبعا فور كلينيكال اكزام. طيب تعالوا نتكلم شويه عن البيلروبين، انا كنت اتكلمت عنه المره اللي فاتت، تعالوا النهارده برضو قبل ما نتكلم عن جونز نتكلم عنه ان مور ديتيلز شويه. هو البيلروبين بيجي منين؟ البيلروبين بيجي من الار بي سيز اللي بتتكسر. الار بي سيز اللي بتتكسر احنا عارفين العمر بتاعها 120 يوم، بعد كده خلاص انها بتبدا خلاص تبقى ايجنت ار بي سيز او ار بي سيز عجوزه، بيبقى فيها سم سورت اوف ديفورميتي، عشان كده على طول تاخدها الريتيكلو اندثيلي سيلز او الماكروفيجز اللي موجوده في الريتيكلو اندثيلي سيستم، ومن اهمهم طبعا السبلين. الماكروفيج تاخد الريد بلاد سيل تبلعها وتكسرها. طبعا الار بي سيز هي ميلي بتتكون من هيموجلوبين، والهيموجلوبين عباره عن حاجتين، عباره عن هيم وجلوبين. فهي بتكسر الهيموجلوبين الى الهيم بارت والجلوبين بارت. طب الجلوبين ده عباره عن ايه؟ ده بروتين بيتكون من امينو اسيدز، يقوم جايه مكسره الجلوبين بارت الى امينو اسيدز ويبدا الجسم يستخدمها. طب الهيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايرن وجوه رينج اسمها بروتوبيرفرال رينج، نفتكر كده كانت رينج شكلها عامل كده بشكل بروتوبيرفرال رينج، كان من اربع اندولز وبينهم
سايد تشينز كده شكل بروتوكول في الرينج، وفي النص كان بيبقى فيها الاي ار. فبتبدا تفك بقى هذه الرينج اللي هي البروتوكول في الرينج، وتدينا الهاين والبروتوكول في ان يطلع لوحده. طبعا كان في هنا سايد تشينز موجوده في هذه الرينج. لو جينا بصينا للاستراكشر بتاعت الرينج دي هتلاقي ان الاستراكشر بتاعها ماشيه مع انها كومباوندز هيدروفوبيك. يعني ايه هيدروفوبيك؟ يعني مش بتدوب في الميه، وبالتالي لما تيجي تخرج من الريتيكولو اندايه سيستم وتروح في الدم مش بتدوب في الدم، عشان كده لازم تو بي كارد على شيال يخليها مور سيلبل. الشيال اللي بيشيل في الدم هو الالبيومين. يبقى البيلروبين اللي طلع دوت او البروتوبورفيرينج اللي اتكونت بعدين اتفتحت اتكسرت عشان خاطر تتحول الى من بروتوبورفيرينج الى بايلينوجين او ميثيل بايلينوجين، وبعدين خلاص بقت رينج مفتوحه مركب هيدروفوبيك بيتشاف الدم بشكل unconjugated هيموجلوبين. ويعني ايه unconjugated؟ ان يعني غير conjugated، يعني غير مرتبط. غير مرتبط بايه؟ غير مرتبط بالماده اللي الليفر هتطلعها وتعمل فيها conjugation. فهو بيطلع من الريتيكولو اندوثيريال سيستم ويمشي في الدم بيتشال على الالبيومين لغايه لما يروح للليفر. فالانكونجيجيتد بيلروبين بيفضل ماشي متشال على الالبيومين ويحصل له يدخل الليفر، يحصل له ابتيك باي ذا ليفر. واول خطوه بتحصل في الليفر ان الليفر بياخد الانكونجيجيتد بيلروبين وبيسيب الالبيومين لوحده. طيب في الليفر بقى الليفر بياخد هذا الانكونجيجيتد بيلروبين ويعمل له بروسيس بتاعت الكونجيوجيشن. يعني ايه كونجيوجيشن؟ يعني بيخليه يمسك فيه حاجه اسمها يو دي بي جلوكوز. اليوردل جلوكينال او اليو دي بي جلوكينال ترانسفريز ده الانزيم اللي بينقل اليو دي بي الى الانكونجيجيتد بيلروبين. اليو دي بي هو حاجه زي ما قلت لكم عباره عن يوريدين. يوريدين ده جاي من النيوكليك اسيد، هتفتكروا كده الادينين والجوانين والحاجات دي هتبقى مرتبطه بالشكر بيسميها ادينوسين جوانوسين. طب الحاجات الثانيه البيريميدين لا بتبقى سايتيدين يوريدين. فاليوريدين ده واحده من النيتروجين سبيسز من البيريميدين وماسك فيها جلوكوز. والجلوكوز الاستراكشر بتاعه مليان او اتش جروب، وكونه مليان او اتش جروب لما بيمسك في ماده زي البيليروبين اللي هي مليانه سايد تشينز وهيدروفوبيك جروبس يخليها ماده قابله للذوبان. في هذه الحاله بنسميه كونجوجيتد بيليروبين لانه خلاص بقى ماسك في الجلوكرينال ترانسفريز او ماسك في اليو دي بي جلوكوز. وبعدين يبقى سكريتد باي ذا ليفر. سكريتد فين؟ سكريتد من خلال بقى البايل كانيكلاي والبايل داكتس اللي موجوده الى الكومن هيباتيك داكت ثم الى الكومن بايل داكت، وبعدين ينزل في السمول انتستن. في السمول انتستن تشتغل عليه انتستنال بكتيريا تحوله من بيلروبين الى ماده اسمها يوروبايلينوجين. اليوروبايلينوجين دي جزء منها بينزل في الاستول في شكل ستيركوبايلينوجين او ستيركوبايلين، هي دي اللي بتدي البراون كلر بتاع الاستول، وجزء منه بيحصل له ري ابسوربشن في بروسيس اسمها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. يعني ايه قلت لكم انتيرو هيباتيك سيركيليشن؟ يعني الماده بتفرز اللي هو البايل اسيد والبايل سولتس بيفرزوا من الليفر وبعدين ينزلوا مع البيلياري تري الى السمول انتستين، وبعدين مره ثانيه بيحصل لهم جزء منهم بيحصل له ري ابسوربشن من خلال البورتال فين ويرجعوا مره ثانيه الى الليفر والسيستميك سيركيليشن. عشان كده بيسموها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. انتيرو يعني من الانتستين وهيباتيك من الليفر، وسيركيليشن عشان هي دوره الليفر بيصنع فيها البايل اسيدز والبايل سولتس والكوليسترول ويعملهم سكريشن في البايل كانيكلاي الى السمول انتستين وترجع مره ثانيه من السمول انتستين الى الليفر. في نسبه صغيره من اليوروبينوجين بتبقى اكسكريتد ان يورين. طيب ده دوره حياه البيلروبين. البيلروبين كان في الار بي سيز كون من تكسير الار بي سيز مشي في الدم متشال على الالبيومين بشكل انكونجيوجيتد بيلروبين، راح للليفر حصلت له بروسيس اسمها كونجيوجيشن وتحول الى كونجيوجيتد بيلروبين which was secreted from the liver عشان خاطر
جزء منه to be excreted في اليورين او restored بشكل يوروبينين، وجزء منه بنرجع مره ثانيه. ده قصه حياه البيلروبين. طيب البيلروبين لما بيعلى في الدم ايذر انه بيزيد الانكونجوجيتد بيلروبين ويعمل حاجه اسمها انكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا او اندايركت هايبر بيلروبينيميا، او انه بيزيد الكونجوجيتد بيلروبين، ولما يزيد الكونجوجيتد بيلروبين بيعمل حاجه اسمها دايركت هايبر بيلروبينيميا. عشان ما تتلخبطوش، النفي نفي، فالان كونجوجيتد بيبقى ان دايركت، لكن الكونجوجيتد الاثبات اثبات بيبقى دايركت. تمام. طب وليه بيسموها ان دايركت ودايركت؟ عشان خاطر المفروض دي في حاجه رياكشن كده نفتكره من الكيمستري، حاجه اسمها فاندربرج رياكشن، وده ماده المفروض يعني انها بتتحول من خلال قدره الكونجوجيتد بيلروبين بيقدر يحول هذه الماده الى ديفرنت كلر، عشان كده هي بتدي تفاعل بشكل مباشر، عشان كده بيسموها دايركت بيلروبين. لكن الثاني مش بيتغير الفاندنبرج، يعني مش بيعمل فيه ريدكشن، ذاتس واي بيسموه اندايركت بيلروبين. ولعلمكم احنا اللي بيتقاس في الدم هو التوتال بيلروبين والدايركت بيلروبين. يعني لما باجي اقيس في الدم انا بقيس التوتال بيلروبين الموجود، واقيس الدايركت بيلروبين عن طريق كميه البيلروبين اللي بتعمل رياكشن للفاندنبرج رياكشن، او فاندنبرج ماده فاندنبرج دي بتعمل لها ريدكشن ليها، بقدر اقيس من خلالها الدايركت بيلروبين. لكن ما فيش طريقه بقى اقيس بها الاندايركت بيلروبين. هما الاندايركت بيلروبين لما بيجي بشوفه في تحليل الصفرة بشوف ده عباره عن ايه، لا ده هما بيطرحوا الدايركت من الاندايركت بيلروبين، يعني بيقيسوا التوتال، سوري بيقيسوا التوتال وبيقيسوا الدايركت وبيطرحوا الدايركت من التوتال، فبيطلع قدامك نتيجه الدايركت والاندايركت. طيب هنشوف انواع الهايبر بيلروبينيميا. ممكن تبقى حاجه من ثلاثه، ممكن تبقى دايركت، ممكن تبقى اندايركت، وممكن تبقى ميكسد. كما كانت لكم عشان ان شاء الله ازودها في النوتس. الميكسد النوعين مع بعض، يعني دايركت على اندايركت. طب ايه الحاجات اللي تعمل لك اندايركت هايبر بيلروبينيميا؟ نبدا بالاندايركت. الاندايركت حاجه من يعني ثلاثه من دي. اول حاجه ممكن تكون نتيجه تكسير دم زياده، يعني الدم that exceed capacity of the liver liver uptake for conjugation. فانت say مثلا الليفر قدرته انه بيشتغل على 100 مولكيول في الدقيقه، يعني هو بياخد uptake ويعمل conjugation 100 مولكيول في الدقيقه. حد جاله هيموليسيس بنسبه كبيره قوي قوي وطلع 200 مولكيول، فالليفر هو طاقته القصوى 100، اشتغل على ال 100. طب وال 100 التانيين؟ لا، تبدا تعمل لك unconjugated hyperbilirubinemia. يبقى ده في حالات الهيموليسيس او الهيموليتيك جوندس. الحاجه الثانيه في الفيزيولوجيك جوندس اللي بنشوفها اكتر في النيونيتس. النيونيتس عشان خاطر برضه هم مولودين الهيموجلوبين بتاعهم بيبقى 19 و20 في الانتريوتراين لايف عشان خاطر يقدر ياخد اكسجين، واول ما يتولد الهيموجلوبين مره واحده بيضرب ل 10 و11. ليه؟ عشان خاطر خلاص دخل في انفايرمنت مليان اكسجين. طب الديس دروب بيؤدي الى هيموليسيس، والهيموليسيس ده يعمل لك برضه انكونجيجيت هايبربيلروبينيميا. سبب تاني في الاطفال هو الاطفال الليفر نفسه الانزيم بتاع اليو دي بي جلوكرين ترانسفريز بيبقى لسه ستيل اماتيور في النيونيت، فعشان كده بياخد وقت شويه عشان يبقى ماتيور، وده السبب انه نسبه كبيره جدا من الاطفال بيحصل لهم صفره، بيسموها الصفره طبيعيه فيزيولوجيك جندس. المهم بس ما تزيدش عن 15 مللي جرام بالديسيليتر، عشان خاطر ده الليفل لو عليت عن 20 ممكن تعدي البلاد برين بارير وتعمل كيرنكترز. اوكي طيب الكاركترز دي بنشوفها في حالات الانكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا، ومش بنشوفها في حالات الكونجوجيتد. حد متوقع ليه السبب؟ ايه ممكن الكاركترز دي حاجه بتقلقني اكتر في حالات الانكونجوجيتد مش الكونجوجيتد؟ دكاتره ممكن نفكر كده مع بعض، شغلوا دماغكم. المفروض كان بقى من زمان بقى، يعني اكيد سمعتوا عنه قبل كده في الاطفال في البطنه، المفروض ناس مخلصه يعني. طيب انا هقول لكم، فاكرين لما قلت لكم ان الاستراكشر بتاعه الانكونجوجيت هايبر بيلروبينيميا ده هيدروفيلك ولا هيدروفوبيك؟ ده هيدروفوبيك، لانه زي ما احنا شفنا كده هو غير قابل للذوبان، عشان كده لازم يتشال على الالبيومين. طيب هو البلاد برين بارير عباره عن ايه؟ البلاد برين بارير عباره عن ليبيد لاير. ليبيد لاير يعني مش بتسمح بمرور اي ماده ذائبه في الدم،
لكن بتسمح بمرور الهيدروفوبيك سبستانسز. علشان كده الانكونجيجيتد بيليروبين اللي هو مينلي هيدروفوبيك ان نيتشر يقدر يعدي البلاد برين بارير ويدخل يدمر البيزل جانجيا ويعمل الكرنكترس او بيليروبين انكيفالايتس. لكن لان الكونجيجيتد بيليروبين هو ماده قابله للذوبان في الدم مش بيقدر يعدي البلاد برين بارير، فانا مش بخاف منه على البروسس بتاعت الكرنكترس. يبقى تاني الاندايركت هايبر بيليروبينيميا او الان كونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا اسبابها زي ما احنا شايفين الهيموليسيس والفيزيولوجيك جوندس، وفي سبب تالت هنتكلم عنه سم انزيماتيك ديفيشنسي زي حاجه اسمها جيلبرت سيندروم وحاجه اسمها كريجلر ناجار سيندروم، نتكلم عنهم دلوقتي ان ديتيل. طيب عامه برضو الاندايركت هايبر بيليروبينيميا ده واحد المفروض بيزيد عنه الان كونجوجيتد بيلروبين، فلما اجي اشوف نسبته في الدم هتلاقي نسبه الكونجوجيت الان كونجوجيت الان كونجوجيت هو الاعلى. طيب ايه اخبار الاستيركوبيلينوجين؟ هيزيد ليه؟ لانه هو انت عمال الجسم بيكون يعني ان كونجوجيت بيلروبين بكميه كبيره، الليفر بياخد ان كونجوجيت بيلروبين بكميه كبيره ويطلعها بشكل استيركوبيلينوجين ويوروبيلينوجين بكميه كبيره، عشان كده الاستيركوبيلينوجين يبقى عالي واليوروبيلانوجين يبقى عالي، يبقى اليوروبيلانوجين في الدم عالي واليوروبيلانوجين في اليورين عالي. يمكن ده السبب ان الاشخاص دول لو انت سبت اليورين بتاعهم بره كده شويه هتلاقي ان اليورين بتاعهم بيتحول الى اللون الدارك. ليه؟ لان اليوروبيلانوجين بيحصل له اوكسيديشن لما يفضل في الهواء وبيديك اليورين لونه دارك، لكن اليورين نفسه بيبقى لونه نورمال، بيسموها اكوليوريك يورين في حالات الاندايركت هايبر بيلروبينيميا، لان اليوروبيلانوجين ملوش لون، يتلون بس لو ساب حصلت له اكسده. اوكي، بعكس البيليروبين نفسه، البيليروبين نفسه لا ليه لون هو دارك يورين. طيب ده بالنسبه للاندايركت هايبر بيليروبينيميا. طيب ايه حكايه الدايركت هايبر بيليروبينيميا؟ الدايركت لا هنا بيزيد الدايركت بيليروبين او الكونجيوجيتد بيليروبين اللي هو بعد ما خلاص البيليروبين دخل الليفر وعمل حصلت له بروسس بتاع كونجيجيشن بدا يزيد في الدم. زاد في الدم نتيجه ايه؟ نتيجه اوبستراكشن، المخرج بتاعه مقفول. فلما بيحصل ان المخرج بتاعه مقفول يعمل باك بريشر على الليفر، يعدي من الليفر ساينوسايتس الى السيستميك سيركيليشن، ويبقى عندك بيليروبين في الدم بنسبه عاليه. التوتال زي ما قلت لكم المفروض يعني 1 من 10، لكن لما بيبدا يزيد عن كده بيليروبين توتال بيليروبين ويزيد دايركت بيليروبين بيبدا بقى يعمل لك المانيفستيشنز او برزنتيشنز بتاعت الجوينتس. طيب ايه الاسباب اللي تعمل لك كده؟ زي ما شفنا الكوليستيزيس اللي هو واحد عنده اوبستراكشن لاي سبب، اوبستراكشن بستون، اوبستراكشن بكانسر، في كانسر هيد اوف بانكرياس، اوبستراكشن لاي حاجه موجوده قفلت لك البايل داكت بتؤدي الى دايركت هايبر بيليروبينيميا. لكن في عندنا برضو اسباب كونجينيتال هنتكلم عنها دلوقتي ان ديتيلز، حاجه اسمها دوبن جونسون سندروم وروتورز سندروم، ودول ديفكت في الهيباتيك سكريشن بتاعه البيليروبين. طيب الشخص بقى اللي عنده دايركت هايبر بيليروبينيميا او كونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا، تعالوا كده نتخيل منظر الدم بتاعه واليورين والستول بتاعه. منظر الدم هيزيد فيه البيليروبين وهيبقى ميل لدايركت. لو بصينا على اليورين البيليروبين الكونجوجيتد بيليروبين ماده قابله للذوبان، فبتعدي من الليفر من الكيدني بيحصل لها فلتريشن وتنزل في اليورين، وعشان كده بتعمل لك دارك يورين. فانت لو لقيت دارك يورين يبقى ده على طول كونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. طب بالنسبه للستول، مشكله الناس دول حصلت لهم مينلي اوبستراكشن، اي حد حصل له اوبستراكشن يعني اتقفل المخرج مش بتنزل بايل الى السمول انتستين، وبالتالي البايل ده هو كان المسؤول اصلا عن الكالر بتاعه الستول، عشان كده هتلاقي الستول بيبقى لونه ابيض بيسموه كلي كالرد ستول، كلي كالرد ستول يعني لونه ابيض او لونه باهت. اوكي، يبقى ده كاركترستيك اوف اوبستراكتيف جوندس او اللي بتعمل لك هي واحده من اهم اسباب الدايركت هايبر بيليروبينيميا. طب ايه حكايه الميكس بقى؟ الميكس بتلاقي الاثنين، بتلاقي دايركت واندايركت. ممكن طبعا غالبا في اغلب الاحوال بتلاقي الاثنين بيعملوا مع بعض، لكن البالانس اكتر ناحيه الدايركت. والاسباب اللي تعمل لك ميكس هايبر بيليروبينيميا الاثنين مع بعض هو غالبا مشكله في الكبد، عشان كده حتى بيسموها هيباتو سيلولار جوندس، يعني بدل ميكسد ليها اسم تاني الهيباتو سيلولار جوندس، لان غالبا الحاجه اللي تضرب الاثنين يعني مشكله في الان كونجيجيت والكونجيجيت هي مشكله في الليفر نفسها.
الليفر مش قادر ياخد الانكونجوجيتد ومش قادر يعمل له ابتيك ومش قادر يعمل له كونجوجيشن كميه كبيره، عشان كده بيزيد الانكونجوجيتد هايبر بروبينيميا. لكن في نفس الوقت الليفر في عنده انسدادات جوه الليفر، زي مثلا في حالات السيروزس او في حالات الاكيوت هيباتيتس بيحصل اديما والبايوكيميكال بتضيق، وبالتالي فانت عندك كمان الجزء اللي الليفر بياخده ويعمل له سكريشن مش عارف يعمل له سكريشن كويس، عشان كده بيزيد الدايركت والاندايركت بيدروبين ويعمل لك ميكس هايبر بيلروبينيميا او هيباتوسيلر هايبر بيلروبينيميا. يعني من اشهر الاسباب زي ما شفنا كده في حالات الاكيوت هيباتيتس، في حالات الليفر سيروزس، في حالات الاتش سي سي. دي كانت كده كانت انترودكشن عن الجوندس، يعني ايه جوندس، هي انواع الجوندس واسباب الجوندس. تعال نتكلم بقى عن الاسباب دي كلها ان ديتين. الاسباب اللي انا مش هتكلم عنها دلوقتي، مش هتكلم عن الهيموليزيس لانه الهيموليزيس كده كده ان شاء الله هنتكلم عنها لما نتكلم في الهيماتولوجي. بالنسبه للجزء بتاعه الميكسد او الهيباتوسيلر كله مش هتكلم عنه، لان هتكلم عنه لما بتكلم عن كل الليفر ديز بير سي. الاوبستراكتيف جوندس احنا اتكلمنا عن انواع الاوبستراكشن في كل مرض، اتكلمنا عن كانسر هيد اوف بانكرياس وقلنا ازاي بيعمل اوبستراكشن، البيلري ستونز وازاي بتعمل اوبستراكشن، دي كلها مش هتكلم عنها. لكن مين اللي انا هتكلم عن تو تايبس، الكونجينيتال هايبر بيلروبينيميا ودي امراض ميتابوليك ديفكتس تؤدي الى جوندس مانيفست جوندس، وهتكلم عن دراج انديوست جوندس drug induced jaundice. واخيرا هتكلم عن two types، هي مشكله في البايل كاناليكيلاي يا اما الانتر هيباتيك يا اما الاكسترا هيباتيك، وهما مرضين واحد اسمه primary biliary cirrhosis والتاني اسمه sclerosing cholangitis. دول الاربع امراض اللي انا هتكلم عنهم in details وكلهم هم causes of jaundice او can present او manifest with jaundice. تعالوا بقى نتكلم اول حاجه عن الكونجوجيتد او الكونجينيتال هايبر بيلروبينيميا. كونجينيتال معناها انها امراض وراثيه، ففيها ديفكت في الميتابوليزم بتاع البيلروبين يؤدي الى زياده البيلروبين في الدم. الامراض هم اربع امراض، حاجه اسمها جيلبرت سيندروم، كريجلاند نادجر سيندروم، والاثنين دول هم causes of indirect hyperbilirubinemia. تبقى عارفين كده الجيلبرت والكريجلانجر الاثنين بيعملوا indirect hyperbilirubinemia. لكن الدوبن جونسون والروتر، دوبن جونسون دوبن دايركت روتر دايركت، خلاص. يبقى يعني افتكروا كده دكتور سي جي، دكتور دي ار الاثنين بيعملوا دايركت، وسي جي اللي هم كريجلانجر وجيلبرت بيعملوا indirect hyperbilirubinemia. نبدأ نتكلم عن كل واحد ونشوف الديفكت بتاعه ايه والبرزنتيشن بتاعه ايه. اول حاجه هنتكلم عنها جيلبرت سيندروم. كان جيلبرت سيندروم ده زي ما قلنا هو ده one of the causes of indirect hyperbilirubinemia، يعني بيزيد فيها الانكونجيجيت hyperbilirubinemia. والديفكت فيه حقيقه بيبقى في الانزيم بتاع اليو دي بي جلوكارينيل ترانسفيريز بتاعت الليفر، يعني الانزيم بتاع الكونجيوجيشن المفروض بيتم في الليفر في ديفكت في هذا الانزيم. يعني ديفكت في هذا الانزيم يعني بيبقى في سم ديفيشنسي او ميتيشن في الانزيم تؤدي الى ان الانزيم كميته تقل شويه، تقل حاجه بسيطه جدا يبقى مايلد ديفيشنسي. عشان كده حتى زي ما هنشوف انه اغلب العيانين دول بيبقى ما عندهمش اي اعراض، بيبقى شخص ستيبل جدا ما عندوش جوندس خالص، لكن لما بيحصل له سيفير ستريس حاجه زي مثلا فايرال انفكشن يؤدي الى سيفير ستريس عنده، والسيفير ستريس دوت يضغط على قدره الكبد على البروسيس بتاعت الكونجيوجيشن، فهي اصلا قليله او ضعيفه عنده، تبان قوي قوي في حالات السيفير ستريس او في حالات السيفير انفكشن، ويبدا يمانيفست وذ جونس. ولو عملت له بقى تحليل هتلاقي ذيس تايب يبقى ان كونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا. يبقى لو جينا بصينا في البرزنتيشن بتاعهم عنده ان كونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا، وعامه البروم بتاعه داز نوت اكسيد 2.5 او 3 ملي جرام برديسيليتر، اللي هي تقريبا ما يعادل 35 ملي مول في الوقت الطبيعي، unless بس في حالات الستريس او سيفير انفكشن ممكن يعلى حاجه بسيطه. هو الشخص ده لو انت بصيت عملت له ليفر انفستيجيشن الترا ساوند لابس على الليفر كومبليتلي نورمال ليفر، والسي بي سي بتاعه كومبليتلي نورمال ما عندوش هيموليسيس ولا حاجه. يبقى تاني جيلبر سندروم او جيلبر سندروم
ان هو حد فرنسي فبيسموه جلبان. جلبان سيندروم هو الديفكت فيها بيبقى في انزيم بتاع اليو دي بي جلوكورينال ترانسفيريز، بيبقى في سم ديفيشنسي في الوقت الطبيعي. الشخص ده بيبقى ما عندوش اي برزنتيشن unless بس مثلا في سيفير ستريس او انفكشن، بيبدا يبقى في عندنا انزيماتيك ديفيشنسي، فيبقى عندنا انكريز في الانكونجوجيتد هايبر بيلربينيميا، الليفر نورمال والسي بي سي بتاعته نورمال. الانفستيجيشن بتاعنا ايه؟ حاجه من الحاجات الكاركترستيك قوي، بعمل حاجه اسمها فاستنج او اي في نيكوتينيك اسيد، واقيس بعدها البيلروبين. يعني قال لي عندي صوم او ادي له اي في نيكوتينيك اسيد، الحاجتين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا اكزكوشن لليو دي بي جروب ترانسفريز بتاعت الجابت. لما ادي له اي في نيكوتينيك اسيد او لما اخليه يبقى انترميتنت فاستنج، بيعملوا اكزبوشن لهذا الانزيم، فبيبقى مانيفستد اكتر عندهم البروسيس بتاعت الانكونجيوجيتد هايبر بيلربينيميا، كاني بحطه اندر ستريس عشان خاطر الانزيم يبقى قليل ويبقى مانيفست عنده هايبر بيلربينيميا. تمام. الجلبر سندروم زي ما قلت لكم ده عين اسيمتوماتيك، امور ستيبل مفيش منه اي قلق، عشان كده مش محتاج اي تريتمنت. طيب الكريجلر نجار بقى، الكريجلر نجار هم اتنين علماء اعتقد سويد او حاجه زي كده، وهما دول اللي اكتشفوا هذا المرض. الكليجرا نجار في عندنا منه تو تايبس، حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2. المشكله فيهم برضو بتبقى ديفكت في الانزيم بتاع كونجوجيشن اللي هو برضو يو دي بي جروب ترانسفيرز، بس تقريبا الجلبير كانت الديفيشنسي فيه حوالي 10%. لكن في حالات الكليجرا نجار في عندنا تو تايبس، تايب 1 وده فيه سيفير ديفيشنسي لدرجه انه ابسنت انزيم، ابسنت انزيم. وتايب 2 بيبقى فيه بارشال ديفيشنسي، يبقى كفاءه الانزيم تقريبا حوالي 25% او 30% من الطبيعي. فالملاحظ ايه؟ ان الملاحظ انه المرضين الجلبير سندروم والكريجلان جار سندروم هم في الاخر مانيفستيشن لحاجه واحده للديفيشنسي بتاعت اليو دي بي جروب ترانسفريز، لكن الفرق ما بينهم حقيقه هو في الديجري اوف deficiency. يعني الجلبير والجلجل نجار الاثنين كانوا بيشتغلوا بعض، يعني الجلجل نجار انا عملت مرض جديد، however ان هو في الاخر هو كلهم the same disease the same pathology لو deficiency of the big local and transferase. بس في الجلبير كانت deficiency very mild، في الجلجل نجار type 2 بقى في severe deficiency، في الجلجل نجار type 1 لا ده بقى total absence of the enzyme. عشان كده most severe form السيفيرست فورم في الحاجات دي كلها هي كريجن نجار تايب 1. ليه؟ لان انت عندك كومبليت انزيماتيك ديفيشنسي، مفيش عندك يو دي بي جروب ترانسفيرز خالص، وده بيخلي ايه؟ بيخلي اليو دي بي الانكونجوجيتد بالروبين يبقى في السماء. الارقام بتاعته زي ما انت شايفين كده بتعدي 20 مللي جرام بير ديسيليتر، ممكن توصل ل 40 حتى، وبريزنت فروم داي 1 اوف لايف اول ما يتولد. ليه؟ لانه الانزيم اصلا مش شغال، ما عندوش الانزيم اللي بيحول البيلروبين من انكونجيجيتد الى كونجيجيتد بيلروبين، فبيقعد على طول كل ما كرات الدم تتكسر زياده في الانكونجيجيتد هايبربيلروبينيميا، زياده في الانكونجيجيتد هايبربيلروبينيميا، لغايه لما يعدي ال 20 ملي جرام بير ديسيليتر او 345 مايكرو مول بير ليتر وبريزنت ويز كيرنكترس. عشان كده اغلب الاطفال دول اللي هم كريجلاندر تايب 1 تايب 1 تايب 1 بيموتوا في سن صغير ديو تو كيرنكترس. لكن كريجنال نجار تايب 2 بيبقى فيها بارشال انزيماتيك ديفيشنسي، زي ما قلت لكم الانزيماتيك ديفيشنسي او الانزيم اكتيفيتي عنده حوالي 25% او 30% اوف نورمال. عشان كده الاشخاص دول بيبقى اقل مانيفستيشن، يعني المانيفستيشن بتاعتهم بتبقى اقل شويه، بالروبن ريلي خالص ان هو يوصل ل 20 بيبقى اقل من كده، وعشان كده كمان الكرنكترس فيهم بيبقى كبير. يبقى كريجنال نجار تايب 2 ممكن تلاقي العين طبعا بتوعهم بيعيشوا، لان اجين هو في moderate deficiency of UDP group transferase enzymatic activity، وبالتالي عندهم hyperbilirubinemia unconjugated لكن that does not exceed 20 ميلي جرام بير ديسيليتر، وما عندهمش كرنكترس ولا اي حاجه. يبقى دول كانوا السببين اللي بيعملوا لك unconjugated hyperbilirubinemia. يبقى again جلبير والكريجلا نجار بيعملوا لك unconjugated hyperbilirubinemia. لكن في عندنا كمان مرضين بيعملوا conjugated hyperbilirubinemia او direct hyperbilirubinemia، اللي هم الدكتور دوبن جونسون وروتر سندروم. دوبن جونسون وروتر سندروم، تعالوا نشوف الديفكت فيهم كان ايه. الاثنين يعني كل مجموعات الامراض اللي احنا بنتكلم فيها الاربع امراض دول هم كلهم اوتوزوم ريسيسيف، يعني كل الامراض دي
اوتوزوم ريسيسيف. يمكن جلبير في كلام شويه ان هو في سام سورت اوف اوتوزومال دوميننت، لانه فيري كومن، حوالي 1% من البوبيوليشن او 2% من البوبيوليشن عندهم جلبير سيندروم. يمكن عشان كده هو ده الكومنست فيهم، عشان كده بعض الناس بتقول لا غالبا في سام انهيرتنس اوف اوتوزومال دوميننس، لكن عامه خلينا متفقين ان هم كلهم اوتوزومال ريسيسيف. الدوبن جونسون الديفكت فيها، في الديفكت في الهيباتيك سيكريشن اوف بيلروبين او اكسكريشن اوف بيلروبين. هو البيلروبين ده ادي شكل هيباتوسايت، على سطحها في ريسبتور عملت ابتيك الانكونجوجيتد بيلروبين ودخل جوه وحصل له كونجوجيشن فتحول الى كونجوجيتد بيلروبين، ومفروض بعد كده يبقى سكريتد من خلال ترانسبورتر عشان خاطر يروح للبايل كان الجلايين موجود. المشكلة في مرض الدوبن جونسون بتبقى مشكلة في هذا الترانسبورتر، ديفكت في الترانسبورتر المسؤول ان هو يطلع الكونجوجيتد بيلروبين اللي هو اسمه اورجانيك انايون ترانسبورتر او مالتي سبيسيفيك اورجانيك انايون ترانسبورتر، اللي هو هينقل الكونجوجيتد بيلروبين من جوه الهيباتوسايت ويطلعه جوه البايل كانيكولاين. طب عندي ديفكت في هذا الترانسبورتر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه الكونجوجيتد بيلروبين بيقعد يزيد يزيد هنا يزيد يزيد هنا لغايه لما بيعمل ستريس على السيل والسيل تموت، فلما تموت يروح جاي طالع هذا الكونجوجيتد بيلروبين ويزيد طبعا في الدم عندهم هايبر بيلروبينيميا. لكن البروسس دي بتبقى بطيئه جدا جدا وريد انها بتحصل. عشان كده المانيفستيشنز بتاعه الدوبن جونسون سندروم بيبقى عندهم كونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا، لكن غالبا عنده في اغلب وقته بيبقى اي سيمتوماتيك، يعني ما عندوش اي اعراض لان المرض بتاعه مرض بطيء جدا جدا جدا، والبرزنتيشن زي ما قلت لكم مش بتعدي حتى 5 ملي جرام بالديسيليتر هايبر بيلروبينيميا او بيلروبين. ذاتس واي انه الديزيز ممكن حتى موجود عند واحد ان نوتست ما تكتشفوش الا لو جيت عملت ليفر بايبس. عشان كده التشخيص بتاعه هو الليفر بايبس. الكاركترستيك في الليفر بايبس في الناس اللي عندهم دوبن جونسون بتلاقي عندهم دارك جرانيولز جوه الهيباتوسايتس. دارك جرانيولز جوه الهيباتوسايتس. هو دارك جرانيولز ده كان ايه؟ ده بيلروبين متحوش جوه الهيباتوسايتس عشان خاطر في ديفكت في الريسبتور المسؤول عن ترانسبورت اوف كونجوجيتد بيلروبين بره الخليه. عشان كده بتلاقي عندهم كاركترستيك دارك جرانيولز جوه الهيباتوسايتس. البروجنوز بتاعها فيري جود، وزي ما قلت لكم اغلب عندهم بيبقى اسيمتوماتيك مش محتاج علاج. الرودر هو تيبيكال زي الدوبن جونسون، هو اخوه يعني. الروتر برضو المشكله عندهم بيبقى الديفكت في الاكسكريشن بتاعه البايل من الهيباتوسايت، لكن هم حتى الان مش عارفين السبب ايه. يعني هو في ديفكت في الاكسكريشن بس مش معروف له الميكانيزم ايه. يعني كان في الدوبن جونسون هو المشكله في الريسبتور بتاعه المارتن ترانسبورتر اناين جاب اناين ترانسبورتر، لكن في حالات الروتر مش عارفين المشكله فين بالظبط. هو اللي بيلاقوا ان البيلروبين جوه الهيباتوسايت ومش بيطلع من الهيباتوسايت. لكن الفرق الجوهري ما بين الروتر وما بين الدبل جونسون، الاثنين برضو بيبقى اسيمتوماتيك ومايلد ديزيز، لكن الفرق الجوهري في الليفر باثولوجي. في الليفر باثولوجي في الدبل جونسون زي ما شفنا كنا بنلاقي جان دارك جرانيولز في جوه الهيباتوسايت، لكن في حالات الروتر لا، بتلاقي appearance of liver is completely normal. يبقى تاني الروتر هو بالظبط تيبيكالي في الباثوفيزيولوجي زي الدوبن جونسون بس مش معروف له السبب ايه. والفرق ما بينهم كلينيكالي بقى مفيش اي فرق خالص ما بينهم، لكن هيستولوجيكالي لو انت جيت خدت ليفر بايبسي من شخص عنده دوبن جونسون هتلاقي عنده دارك ديسكالوريشن في الهيباتوسايت، لكن بتاع الرودر سيندروم ما عندوش اي مشاكل خالص في المورفولوجي بتاع الهيباتوسايت، عنده كومبليتلي نورمال. كده اتكلمت عن اول جزء من محاضره النهارده، كان عن جوندس يعني ايه جوندس والتايبس بتاعته، واتكلمت عن اول نوع وهو الكونجينيتال هايبر بيلروبين. تعالوا بقى نتكلم عن النوع الثاني هو الدراج انديوسد جوندس. دراج انديوسد جوندس، الدراج انديوسد جوندس ما تتخيلوش انها حاجه رير، لا اي حاجه فيري كومن. يمكن حوالي 10% من البرزنتيشنز بتوع عين بتوع الجوندس يبقى due to drug induced jaundice. خلاص ممكن تبقى manifest في بعض العيان، ممكن بعض العيان تعدي من غير ما يبقى بشكل manifest. لكن الميكانيزم اللي بيها الدواء ممكن يؤدي الى jaundice حاجه من اربعه، again حاجه من اربعه.
نتيجة هايبر سنسيتيفيتي رياكشن أو نتيجة أدوية بتعمل كوليستيزيس أو أدوية بتعمل دايركت هيباتو توكسيسيتي تأثر على الليفر أو تعمل هيموليتيك جونتس. يبقى يا إما الدواء يأثر بشكل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن أو يأثر على الليفر نفسه أو على البايل كانيليكلاي، الليفر يعمل دايركت هيباتو توكسيسيتي أو البايل كانيليكلاي يعمل كوليستيزيس أو إنه بيعمل لك هيموليسيس. الموست كومن طبعا ميكانيزم هو في حالات الهايبر سنسيفتي رياكشن. الهايبر سنسيفتي دي انت ما تقدرش تتوقعها، ده رد فعل تجاه دواء معين بيؤدي الى اديمه في الليفر، هيباتيك اديما فتقفل شويه من البايل كانيكلاي تؤدي الى جونس، از هايبر سنسيفتي رياكشن. وزي ما قلت لكم ده الموست كومن وانت يو كان نوت بريدكت. لكن تعال نشوف الكوليستيز. الكوليستيز معناها ادويه عملت سام سورت اوف اوبستراكشن، يعني obstruction يعني قفلت البايل داكتس، اه قفلتها، لكن actually القفل ده بيبقى ميتابوليك ما هواش اناتوميكال، يعني مفيش جت حاجه سدت البايل كانيليكلاي او البايل داكتس بتاعه المريض، لكن لقوا ان بيحصل زي سم بلج كده موجوده نتيجه سلو ستيزس او ضعف في الحركه بتاعه البايل، وده بيبقى دراج انديوست. من اشهر الادويه تعمل كده كلوربرومازين. يمكن كلوربرومازين البرزنتيشن بتاعه بتاع الجوندس بيبقى حوالي 3 الى 6 شهور افتر انيشيشن اوف ذا دراج. من الادويه المشهوره قوي اللي بتعمل كوليستيزيس الاندروجين ديريفاتيفز، الناس اللي بياخدوها كفي بتوع كمال الاجسام ومقويات العضلات او انابوليك ستيرويدز، الحاجات دي كلها بتعمل ستيزيس للبايل، يعني بتوقف او تبطئ حركه البايل فبتعمل سام سورت اوف كوليستيزيس وبتعمل دراج انديوسد جونس. ما تنسوش الستيرويدز عامه او الانابوليك ستيرويدز، تستوستيرون والانابوليك ستيرويدز من ضمن الادويه اللي بتعمل كوليستيزيس. في عندنا اذر دراجز من اهمهم طبعا الاريثرومايسين، الريفامبسين، السلفا برودكتس ونيتروفيورانتينز، اغلبهم مضادات حيويه، والكاربيمازول ده الدواء اللي بيستخدمه كانتي ثايرويد دراج في الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوس. يبقى دي ادويه ممكن تعمل كوليستيزيس بعد فتره طبعا تؤدي الى ستيزيس اوف فلو اوف بايل في البايل كانيكلاي والبايل داكتس كان بريزنت ويز هايبر بيلروبنيميا. علاجها ايه؟ علاجها انك توقف الاوفندنج دراج والبروجنوس بتاعها كويس كده. لكن الميكانيزم الثالث اللي هقولها دايركت هيباتوكسيستي، يعني ادويه بتاثر بشكل مباشر على الليفر وبتعمل اديمه في الهيباتوسايتس، ممكن تعمل دامج في الهيباتوسايتس فبتقفل البايل كانيكلاي وتعمل لك سام سورت اوف هيباتوسيلر جونز، وممكن كمان تؤدي الى نيكروزس، يعني ممكن تؤدي الى اديما، ممكن تؤدي الى هيباتايتس، ممكن تؤدي الى نيكروزس. من اشهر هذه الادويه الهالوثين طبعا الباراسيتامول توكسيستي، هنتكلم عنها ان شاء الله ان ديتيلز. لكن ايضا من هذه الادويه الهالوثين، والهالوثين ده بيستخدموه في الاندكشن اوف انستيزيا طبعا مش من اول مره، لكن من التعرض المتكرر للهالوثين يؤدي الى اكيوت هيباتايتس او دراج انديوس هيباتايتس ويؤدي الى جونتس. ايضا المونو امينو اكسيدز انهبيتورز، الميثايل دوبا والانتي تي في دراج، الانتي تي في دراج سبيشالي الايثيوناميد والبيرازينامايد. قلت لكم عامه كل الانتي تي بي دراج ار هيباتوكسيك، كل الانتي تي بي دراج ار هيباتوكسيك، يعني الاي ان اتش، الريفامبسين، البيرازينامايد، ثامبيوتول كلهم هيباتوتوكسيك. لكن من الحاجات اللي بتعمل بشكل مباشر دايركت هيباتوكسيستي هو الثامبيوتول او الايثينامايد والبيرازينامايد. اخيرا اخر ميكانيزم اللي ممكن بيها الادويه تؤدي الى جوندس هو الهيموليسيس، ان في ادويه تعمل مور اند مور هيموليسيس، فالهيموليسيس لما بيحصل بكميه كبيره يبقى اكبر من اللود بتاع الابتيك اوف ذا ليفر وتؤدي الى انكونجيجيت هايبربيلوبينيا. ما تنسوش في هذا المثال الميثايل دوبا، مثال دوبا واحده من الحاجات اللي بتعمل اوتو اميون هيموليسيس، حاجات كاركترستيك جدا كومبس بوزيتيف اوتو اميون هيموليسيس. طبعا يعني غير انك بتشوف فيها جوندس الا لو كان هيموليسيس شكله عنيف جدا جدا وكميته كبيره. ايضا الناس اللي بتستخدم عامه سلفا برودكتس او كينين برودكتس هم عندهم جي 6 بي دي،
جي 6 بي دي اللي هو ديفيشنسي اوف جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، وده ان شاء الله هنتكلم عنه. هنتكلم في الهيماتولوجي، ده المفروض انزيم مسؤول عن الريدكشن اوف جلوتاثيون اللي بيحمي الار بي سيز فروم الاكسجين فري راديكلز. فلما بيبقى في ديفيشنسي في هذا الانزيم، لو في عندي اي اوكسيدايزنج ايجنتس او ماده عملت اوكسيديشن اوف ار بي سيز تؤدي الى رابتشر اوف ار بي سيز، مش قادره تحمي نفسها. طبعا من اشهر الادويه الكونترا انديكيت في ناس عندهم جي 6 بي دي هو السلفا برودكتس والكينين زي البريما كين دراج. يبقى اجين دراج انديوزد جوندس حاجه من حاجات الاسئله المهمه، ممكن يجي شرط اي سي، ممكن يجي شرط سم كيس. ما تنسوش في عندنا ميكانيزم من اربعه، رقم واحد ديو تو هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن وده الموست كومن ودي كان نوت بريدكت، رقم اثنين كوليستيزيس، ما تنسوش الاسترويد الانابوليك ستيرويد او التستوستيرون والكلوربرامازين وانتي سم انتي بايوتكس، الدراج انديوسد دايركت توكسيسيتي على الليفر زي الهالوثين البرستامول انتي تي بي دراج، واخيرا هيموليتيك جوندس زي الميثايل دوبا وعيانين الجي 6 بي دي. كده احنا اتكلمنا عن ايه جوندس؟ اتكلمنا عن two important types من جوندس اللي هم الكونجينيتال هايبربيلروبينيميا ودراج انديوسد جوندس. في عندنا two other types لا يقل في الاهميه، هما very important topics ودايما frequently asked في الامتحان topics، هما البرايمري بيلياري سيروزس والبرايمري سكليروزنج كولانجايتس. primary biliary cirrhosis و primary sclerosing cholangitis. ومنعا للخبطة ببساطة، primary biliary cirrhosis من اسمه cirrhosis وهو مرض يصيب الليفر only، يعني بيصيب البايل داكتس جوه الليفر only، وعلشان كده بتؤدي إلى cirrhosis. لكن primary sclerosing cholangitis من اسمها cholangitis، يعني بيأفكت كل البيلياري تري جوه الكبد وبره الكبد. فالبرايمري بيلياري سيروزس بيأفكت البايل داكتس جوه الكبد فقط، اما البرايمري سكليروزنج كولانجايتس بيأفكت كل البيلياري تري جوه الكبد وبره الكبد، علشان ما تنسوش. نتكلم عن البرايمري بيلياري سيروزس. البرايمري بيلياري سيروزس هو البرايمري سكليروزنج كولانجايتس اكشوالي مش معروف السبب، لكن هم are autoimmune disorders. طب ايه اللي بيعمل autoimmune process اللي بيactivate مناعة ضد الخلايا بتاعة البايل داكت؟ مش معروفة actually. ولان autoimmune diseases عامة بشكل عام more common in females، عشان كده هذه الامراض تلاقيها more common in females also. لدرجة ان في primary biliary cirrhosis في male to male ratio حوالي 9 to 1، يعني حظه تعيس جدا هذا الرجل اللي يجي له primary biliary cirrhosis. طيب ال primary biliary cirrhosis again the autoimmune disorder، بتلاقي فيه autoantibody against ال intralobular bile ducts، يعني ال bile ducts اللي موجودة في الكبد. ال lining cells بتاعتها بيبقى فيه أجسام مضادة ليها، ويؤدي إلى damage لهذه الخلايا that lining ال bile ducts اللي هي intrahepatic bile ducts، تؤدي الى inflammatory process زي الشكل قدامنا ده كده. ده normally طبعا دي البيليري تري الانترهباتيك وده الاكستراهباتيك، خلاص اللي بيحصل فيها هذا المرض يؤدي الى الديفكت فيها بيبقى في الانترهباتيك بيليري راديكلز. انترهباتيك بيليري راديكلز بيبقى في انتيبادي اجينست السيل ذات لاين الانترلوبيلر او الانترهباتيك بايل داكتس، ولما بيحصل activation of these antibodies against cell lining يؤدي إلى cell necrosis، و again هذا necrosis يؤدي إلى healing by fibrosis and scar tissue. scar tissue فين؟ في bile ducts اللي جوه الليفر. طبعا لما بيحصل scar خلايا بتموت، البايل اللي يوصل بقى جوه الهيباتوسايتس، المفروض البايل دي كان الفلاي معينه يتنقل من خلالها، لا ده البايل بقى هنا بيدخل على الهيباتوسايتس ويؤدي الى سم توكسيستي توكسيك افكت على الهيباتوسايتس، اللي هو لو برولونجد يعمل لك بعد كده ليفر سيروز. عشان كده بنسميها برايمري بيلياري سيروزس، لانه الديفكت فيها بيبقى جوه الكبد ولو برولونجد يؤدي الى ليفر سيروز. بما انها اوتو اميون ديزيز فهي ليها سترونج اسوشيشن مع اذر اوتو اميون ديزيز،
سبيشالي الجيجرين سيندروم. حوالي 80% من الناس عندهم برايمري بيلير سيروزز بيحصل لهم ديفلوب، دي كان ديفلوب ات اني تايم اوف ذير لايف جوجرين سيندروم اللي بيسموها سكه سيندروم. عندهم فيهم دراي ماوث ودراي اي due to antibody برضو against cell that line secretion سواء السكريشنز الموجودة في salivary glands أو الموجودة في الميبوميوم glands الموجودة في العين. ده بالنسبة للجوجرين سيندروم، هنتكلم عنه إن شاء الله بعد كده في الروماتولوجي إن ديتيل. أيضا from association rheumatoid arthritis systemic sclerosis thyroid disease سواء كان thyrotoxicosis أو hypothyroidism وهي حاجة من الحاجات الكومنلي associated مع other autoimmune disease والجي ان سبيشالي ممبرينس جي ان. لو تفتكروا كده ان واحده فروم كوز اوف ممبرينس جي ان تلاقونا كنا كاتبين اوتو اميون ديزيز زي البرايمري بيليري سيروس. اتكلمنا عن ديفينيشن ايتيولوجي او برزنتيشن. تعالوا نتكلم بعد كده عن البرزنتيشن بقى شخص عندها برايمري بيليري سيروسز المانيفستيشنز بتاعتها. زي ما قلت مينلي الكلينيكال بيكتشر بتبقى middle aged female عندها عرش، middle aged female بتعرش خلاص. طب ليه middle aged female؟ عشان هو more common in female than female الى الميريش حوالي 9 إلى 1 او other autoimmunities. طيب ليه بتهرش؟ عشان خاطر البايل سولز مش البيلروبين. اوكي البيلروبين زيادته مش بيخلي الواحد يهرش، لكن بيخلي الواحد يهرش هو البايل سولز. الميكانيزم بتاعتها طبعا هو المفروض طبعا انه الكبد بيكون البايل او البايل اسيد وبيكون البايل سولت وبيكون البيلروبين والكوليسترول. الحاجات دي كلها الكبد بيصنعها وبعد كده بتبقى سكريتد في البايل كانيك لاين. يعني البايل كانيك لاين لو انت جيت بصيت عليها الكونتنتس اللي موجود فيها هتلاقي بايل اسيد وبايل سولت وبيلروبين وكوليسترول. طيب الناس اللي بيحصل لهم ذيس تايب اوف انفلاميشن inflammation yield by fibrosis وأدي إلى sclerosing أو scar tissue بتعمل narrowing أو obstruction في سير كل هذه الكونتنتس. فبترجع فين؟ ترجع للدم. فكل الحاجات دي ترجع للدم. عشان كده من ضمن الحاجات اللي بترجع للدم هو البايل سولتس لما بتزيد في الدم تخلي دايما الواحد عنده إحساس بالحرش. تمام. البرزنتيشن في البداية بقى asymptomatic، ممكن تلاقي elevation في liver enzymes وزي ما قلت لكم موضوع البروريتس. ما تنسوش الميكانيزم برايتس ديو تو بايل سولتس زائد جوه الدم. اوكي ايضا كوليستيزيس جوندس، يعني المرضين دول من ضمن الحاجات اللي بيعملوا كوليستيزيس ان هم بيحصل اصلا فيهم اوبستراكشن للبايل كانيك لاين او للبايل داكتس في الانترا هيباتيك. هنا انا بتكلم عن البرايمري بيليري سيروسز، انا بتكلم عن انترا هيباتيك بايل داكتس اتاثرت. بيبقى عندهم هايبر بيجمنتيشن وكلابينج وزنسوما وزنسلازما. دي عندهم زنسوما وزنسلازما عشان خاطر بيبقى عندهم هايبر كوليستيرليميا. طب ليه عندهم هايبر كوليستيرليميا؟ عشان اصلا كان المفروض الليفر بيسكريت الكوليسترول وينزل فيه البايل عشان خاطر تو بي سكريتد يعني اكسكريتد. لكن لو حد عنده اوبستراكشن في هذا المجرى كل الحاجات دي زي ما قلت لكم اللي هي البيلروبين البايل اسيد البايل سولت الكوليسترول بيرجعوا مره ثانيه الدم، فبقى عندهم هايبر كوليستيرليميا عشان كده عندهم زنسوما وزنسلازما. خلاص وكنت قلت لكم قبل كده في الهايبرليبيديميا الفرق بين الزنسوما والزنسلازما. الزنسوما تبقى اكتر موجوده عند اكستنسور سيرفيسز، اما الزنسلازما بتلاقيها يلوش كده وتبقى موجوده عند الاي. هيباتوس بيلوميجيلي. وفي الاخر طبعا عندهم كان ديفلوب ليفر سيل فيلير سيروزس وليفر سيل فيلير. ليه؟ اتعمال الليفر بيتعرض للتوكسيك افكت اوف بيلروبين، توكسيك افكت اوف بيلروبين عمال على بطال عمال على بطال فيؤدي الى ليفر سيروزس وليفر سيل فيلير اف برولونجد. طيب هاو تو تريت الناس دي كمان عندهم مال ابسوربشن سيندروم. اوكي ليه عندهم مال ابسوربشن سيندروم؟ عشان خاطر اصلا اجين برضو البايل اسيد والبايل سولتس من ضمن الحاجات اللي بتساعد الدايجستشن. لو تفتكروا كده من ضمن اسباب المال ابسوربشن سيندروم كنت قلت لكم في عندنا مينلي 3 او 4 ميكانيزمز بيعملوا لك مال ابسوربشن سيندروم. قلنا اول حاجه لو في عندنا مشكله في الريسبتورز بتاعت الخلايا السيرفيس بتاعت الابيثيليال سيلز اللي كلمة عنها السيليا ديزيز بقى والويبن الكلام ده كله. الجروب الثاني الناس عندهم مشاكل في الاليال اللي في الاليوم سواء كان اليوم ريسكشن او عندهم بكتيريال اوفر جروث. اتكلمنا عن ناس عندهم مشاكل في البنكرياس، ناس عندهم كرونيك بانكرياتايتس،
عندهم مالابسورب سيندروم، والناس عندهم مشاكل في البايل. زي قلنا بقى ايه، الناس عندهم مثلا اوبستراكشن، او الناس عندهم ديفكت في البايل سولت، او الناس عندهم برايمري بيليري سيروزس او برايمري سيروزس كولانجايتس. دول اصلا البايل مش بيوصل للسمول انتستن، فمش بيساعد البروسس بتاعت الدايجيشن، عشان كده عندهم مال ابسوربشن سيندروم. ومال ابسوربشن سيندروم اجين الثلاثي بتاعهم ابدومينال بين اكستنشن، يبقى عندهم ويت لوس، كرونيك دايريا ويت لوس، وعندهم نيوتريشنال ديفيشنسي، عشان خاطر المفروض الفيتامينز اللي كانت المفروض تحصل لها امتصاص مش حصل لها امتصاص. That's why لا تعالج طبعا، تشوف الكومبليكيشن او ان هي طبعا المشاكل بتاعها ممكن تحصل هي المال ابسوربشن سندروم. السكه سندروم اللي هو جوجرين سندروم، وده زي ما قلت لكم واحده من الاسوسيشن بتاعه البرايمري سيروزس. اجين لو الشخص ده على المدى البعيد فضل عنده برايمري سيروزس لفتره طويله جدا، يحصل له ليفر سيروزس، من اسمها بيلياري سيروزس، يحصل له ليفر سيروزس، كل مشاكل بقى الليفر سيروزس، بورتر هايبرتنشن وما الى ذلك. وهي ايضا it is a precancerous lesion، بتزود الانسيدنس اوف HCC. ليه؟ لان الليفر عمال يتعرض لانفلاماتوري بروسس بسبب خلايا اللي موجوده عماله تتريك بالروبن وبايل اسيدز وبايل سولتس اللي بتؤدي الى ليفر سيروس. How to diagnose بقى حد عنده primary biliary cirrhosis؟ من الحاجات الكاركترستيك قوي بتيجي كتير قوي في الام سي كيو هو الانتي بادي. الانتي بادي كاركترستيك فور برايمري بيليري سيروزس هو انتي مايتوكوندريال انتي بادي. انتي مايتوكوندريال انتي بادي دايما من حتت بتاعت الاسئله في الامتحان فريكوينتلي اسكت، ايه الانتي بادي في حالات البرايمري بيليري سيروزس؟ الانتي ام انتي بادي، انتي ام انتي بادي هو انتي مايتوكوندريال انتي بادي. ايضا عندهم اي جي جي ام، فدي تاني ام في ميل عندها انتي ميتوكوندريال انتي بادي، عندها انتي بادي من نوع اي جي ام. سموس مثلا انتي بادي مش مهمه قوي، لكن الفريكوينت اللي بيسالوا عليه دايما هو الايتم ميتوكوندريال انتي بادي. طيب هاو تو تريت مشكله التيتلو؟ زي ما قلت لكم هي البرورايتس، لدرجه ان ساعات البرورايتس بيسبق كثيرا جدا بسنوات حتى الجونتس. واحد تشتكي، تيجي تشتكي انها بتهرش، عماله تهرش عماله تهرش عماله تهرش، لا رجاء نعملها الاي ام اي وتشوف نتيجته عامله ازاي. خلاص لو لقيته عالي يبقى ده انت كده شخصت برايمري بيليري سيروزس حتى من قبل ما يبقى في عندنا شخص. علاج البرورايتس بيبقى كوليستيرامين، حاجه تاخد البايل سولت وتقللها، والاورثودوكسيكوليك اسيد، ودي اجين برضو من ضمن الحاجات اما اعمل سيكوستريشن البايل سولت او اقلل البرودكشن اوف بايل سولت، لان الهرش كان ميلي بسبب بايل سولت. طبعا الكومبليكيشن هي المال ابسوربشن، فعلاجنا ان احنا نعالج المال ابسوربشن من خلال فيتامين ريبليسمنت وود نيوتريشن. الديفينيتيف تريتمنت اكتشلي هو الليفر ترانسبلانتيشن. بس هو انت هتعمل ترانسبلانتيشن لمين؟ هو ده السؤال. يعني مين البيشنتس هيبقوا كانديد فور ترانسبلانتيشن؟ اكيد اللي عندهم سيفير ديزيز او بداوا يدخلوا في كومبليكيشنز زي الليفر سيروس. فتعرفها ازاي؟ لو البيلروبين عندك فيري هاي، البيلروبين اكتر من 100، او لو عندهم طبعا زي ما قلت لكم بداوا يدخلوا في manifestations of liver cirrhosis. العين دول عندهم high incidence لحسهم recurrence after liver transplant، يعني ان الليفر انت زرعته برضو يحصل فيه ان البايل ده يحصل فيه inflammation، however ان البروجنوز بتاعها برضو بيبقى احسن، احسن من ان انت ما تزرعش للعيانين. يبقى تاني كده نجمع كل اللي قلناه عن البرايمري بيليري سيروزس. البرايمري بيليري سيروزس هو اوتو اميون ديزيز، واكتر في فيميل في ميدل ايجد فيميل. المشكله اللي فيه بيبقى عندنا اوتو انتيبادي اجينست سيل لايننج بتاعه الانترا هيباتيك بيليري داكتس. اجين المشكله في الانترا هيباتيك، انترا هيباتيك في الانترا هيباتيك بيليري داكتس، عند انتيبادي بيأتاك السيل لايننج بتاعتها يؤدي الى دامج، فبيحصل ليك اوف بايل اللي يؤدي بعد كده ايضا انفلاميشن اوف هيباتيك سيلز تؤدي الى هيباتيتس. الاسوسيشن ما تنسوش جيجري سندروم، واحده من الاسوسيشنز المهمه جدا، واحده من موست كومن اسوسيشنز. البريزنتيشن للعينين دول في ميل ميدل ايج او يانج في ميل ميدل ايج في سن الثلاثينات الاربعينات، وعماله تورش بشكل متكرر. ايرلي ممكن العينين دول زي ما قلت لكم تلاقي عندهم سم مانيفستيشنز اوف elevated liver enzymes, some picture of cholestasis. ما تنسوش الزنسوم والزنسلازما دي تو هايبر كوليستروليميا، وليه تلاقي بقى عندها بيدخل بعد كده في ليفر سيروزس وممكن يدخل في
اتش سي سي الكومبليكيشنز ممكن مال ابسوربشن سندروم سكه سندروم وليفر سيروزس از ويل از اتش سي سي. التشخيص ما تنسوش انتي ميتوكوندريال انتي بادي انتي ميتوكوندريال انتي بادي انتي ميتوكوندريال انتي بادي هي اللي بتشخص لي البرايمري بيلياري سيروزس. بالنسبه للمانج بتاعنا انا بعالج البروريتس وبعالج فيتامين ريبليسمنت في حالات السيفير اللي بدا خلاص يدخل في سيروزس اعملها ليفر ترانسبلانتيشن. طيب المرض الثاني اخو البرايمري بيلياري سيروزس برايمري سكليروزنج كولنجايتس برايمري سكليروزنج كولنجايتس. هو ايضا اوتو ايميون ديزيز مش معروف السبب بتاعه ايه، لكن الحاجه الكاركترستيك هنا ان بيبقى الافكشن في كل البيلياري تري. هو برايمري سكليروزنج كولنجايتس يعني واخد كل البيلياري تري انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك. هتلاقي انتي بادي جت هنا كده ضربت برضه السيل لايننج بتاعت البيلياري تري سواء كانت اهي انتر هيباتيك او حاجات الاكسترا هيباتيك، فتؤدي الى هذه الخلايا بعد كده تشيل باي فايبروزس تؤدي الى ستركتشر تؤدي الى ستركتشر. طيب السبب بتاعنا هو اوتو اميون مش معروف لها السبب بتاعها ايه. ايضا هناك اسوسيشنز هنا من اشهر الاسوسيشن بتاعها الالتراتيف كرايتس يمكن اكتر من كرونز ديز والاتش اي في. ولو تفتكروا احنا كنا بنتكلم عن الالتراتيف كرايتس قلنا عيانين الالتراتيف كرايتس عندهم association with primary sclerosing cholangitis primary sclerosing cholangitis. وجود primary sclerosing cholangitis مع ال ulcerative colitis بيزود the risk of colon cancer بيزود the risk of colon cancer highly highly high increased incidence of colon cancer. وحتى colon cancer اللي بيحصل عندهم زي ما قلنا بيبقى لي worse prognosis. عشان كده مهمة جدا جدا عين دول انك فول اب باستمرار لو بدا في عندنا برزنتيشن اوف جوندس او بروريتس او كده لازم استبعد وجود برايمري سكليروزنج كولانجايتس. الكرونز هي اقل زي ما قلت لكم في الانستنس عن الالسر كولايتس شويه، لكن اتش اي في دي حاجه كاركترستيك يمكن عين اتش اي في اللي بيحصل لهم جوندس لازم تفكر فيه برايمري سكليروزنج كولانجايتس. وده بيحصل غالبا سكندري تو سكند انفكشن يعني مشاكل حصل في الليفر انفكشن في الليفر او في البايل كانكلاي. العيان دول بقى عندهم اميونو كومبرومايز فبيحصل لهم ريكارنت انفكشن وذ اتيبيكال اورجانيزمز زي السي ام في وزي المايكروسبوريديا او كريبتوسبوريديا ودي حاجات بروتوزوا. لكن هذه الريكارنت انفكشن لو ان كان بريديسبوز تو برايمري بيلياري برايمري سكليروزنج كولانجايتس. يبقى اجين اسوسيشن رقم واحد ulcerative colitis، رقم اثنين Crohn's disease، رقم ثلاثة HIV. طب العيانة بقى اللي عندها primary sclerosing cholangitis المين presentation cholestasis مشاكل طبعا ممكن يبقى عندهم intermittent jaundice و early برضو asymptomatic أو elevated liver enzymes some hepatomegaly و late بيدخلوا فيه liver cirrhosis. primary sclerosing cholangitis increase risk of colon cancer و cholangiocarcinoma. تاني primary sclerosing cholangitis بتزود الريسك اوف كولون كانسر وكولانجيو كارسينوما، في حين ان البرايمري بيلياري سيروزس كان بيزود الريسك اوف اتش سي سي لان كان بتعمل سيروزس بس السيروزس بيعمل اتش سي سي، لكن السكليروزنج كولانجيتس هتعمل كولانجيو كارسينوما يعني كارسينوما في اللايننج سيلز بتاعت البايل داكت دي تو ريكرنت انفكشن انفلاميشن، لكن كمان بيزود الريسك اوف كولون كانسر سبيشال في الناس عندهم انفلاماتوري باول ديزيز. طب هاو تو دايجنوز؟ هنا التشخيص يعني الايمونولوجي بيلعب دور اقل شويه يعني البرايم بيري سيروز كنا مين اللي بنشخصه ايمونولوجي من خلال انتي ميتوكوندريال انتي بادي، لكن هنا المينلي دايجنوسيس اوف برايمري سكليروزنج كولانجايتس انك تعمل عندها اي ار سي بي. اي ار سي بي ايمجينج او ام ار سي بي حتى هو مور اكيوريت بتشوف زي ما انت شايف كده البايل تري كلها عامله واخده شكل ايه محببه بيدد اوكي بيدد ابييرنس. ليه بيدد ابييرنس؟ عشان خاطر لما بيحصل انفلاميشن في حته يحصل فيها ستريكتشر او ناروينج وبعد يحصل انفلاميشن في حته جنبها ستريكتشر او ناروينج وهكذا عندك ايه كان في عندك ريكيرنت ستريكتشرز موجوده على طول البيلياري تري فعشان كده بيديك ذس بيدنج ابييرنس. ممكن تشوف من خلال اي ار سي بي او من خلال ام ار سي بي اللي هو ماجنتيك ريزونانس كولانجيو بانكرياتيجرافي وايضا هو مور سبيريور لكن الفيرست لاين بيبقى الاي ار سي بي. لو عملت برضو يعني سيرولوجي تيستينج هتلاقي عندهم بوزيتيف انكا ودي واحده من الاسوشن لانها كان واحده من الاسوشن اوف ulcerative colitis والالسر كويس برضو كان بيدينا انكا بوزيتيف
ايضا لو خدت ليفر بايبسي هتلاقي طبعا الليفر بايبسي بيبقى كاركترستيك، بتلاقي فيه فايبروزس حوالين البيلياري اكتس، وبتلاقي ديس ابيرنس بصراحه اونيون ابيرنس، شايفين زي ورق البصله اهو، ورق البصله دي بايل داكت جوه الليفر، حصل حواليها ريكارنت انفكشن انفلاميشن، خدت الشكل الكاركترستيك كده اللي هو اونيون ابيرنس. علاجها ايه؟ لا هنا بقى على طول ليفر ترانسبلانتيشن، هنا مينلي العلاج هو ليفر ترانسبلانتيشن. ايه الانديكيشن اوف ليفر ترانسبلانتيشن؟ برضه في السيفير كيسز لو البيلروبين عدى اكتر من 100 مايكرومول، زي ما قلت لكم لو انتوا قسمتوا على 17 عشان خاطر نحسب كام ملي جرام بير دي سي لتر، فقسموا على 17 تقريبا حوالي 5 او 7، لو لقيت البيلروبين اكتر من 7 يبقى ده انديكيشن فور ترانسبلانتيشن. الحاجه الثانيه ريكرنت كولانجيتس، ريكرنت كولانجيتس او لو العيان ده بدا يدخل فيه ليت كونديشنز زي حد دخل فيه ليفر سيروزس بورتال هايبرتنشن، دي كلها انديكيشن فور ليفر ترانسبلانتيشن. بس خلي بالك ان كولانجيو كارسينوما از كونترا انديكيشن فور ترانسبلانتيشن، لان ان خلاص حصل كانسر عامه كولانجيو كارسينوما نو بينفيت فروم ترانسبلانتيشن، بحرام انك تعرض عيان تاني اللي هيتبرع له بالكبد بخطوره، خلي واحد تاني ممكن عنده يقدر يستفيد بهذا الترانسبلانتيشن، ان خلاص ونس حصل كانسر بيقلب اكسبكتنس بتاعتهم بتبقى فيري لو. يبقى اجين اتكلمت عن البرايمري سكليروزنج كولانجيتس، وزي ما قلت لكم ده اوتو اميون ديزيز بيضرب الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك بيلياري راديكلز، بيبقى ليه شكل كاركترستيك كده الاسوسيشن بتاعته التراتيف كولايتس وكرونز واتش اي في. التشخيص اي ار سي بي وام ار سي بي هتلاقي موضوع البيدد ابيرنس، ممكن انك بوزيتيف وليفر بايبس تاين اونيون ابيرنس. البرزنتيشن مين بيبقى عندهم كوليستيزيس، وممكن بعد كده يدخلوا في ليفر سيروزس وليفر سيت فيلير تريتمنت ترانسبلانتيشن في السيفير كيسز، زي ناس عندهم بالروبن اكتر من 100 مايكرو مول بير ليتر، او ناس عندهم ريكارنت كومبليكيشنز زي كولانجيتس او ليفر سيروس. كده كده الحمد لله خلصنا التوبيك الاولاني، اتكلمنا عن يعني ايه جوندس وانواع الجوندس واسباب الجوندس، اتكلمنا عن الكونجينيتال هايبر بيلروبينيميا، واتكلمنا عن الدراج انديوزد جوندس، اتكلمنا عن موضوعين مهمين جدا 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 وبيصيروا كتير قوي في الامتحان. برايمري بيلير سيروزس اهم سؤال فيه هاو تو دايجنوز من خلال انتي ميتوكوندريال انتي بادي، والبرايمري سيروزنج كولانجيتس هاو تو دايجنوز اند هاو تو تريت. ناخد بريك كده ان شاء الله 10 دقائق وبعد كده نبدا نتكلم عن الهيباتايتس، هو موضوع غايه في الاهميه. هنتكلم عن الفيرال هيباتايتس ان شاء الله، محتاجكم تبقوا صحصحين كويس. بريك ونرجع تاني.